طبعا يا جماعة احنا دلوقتي في طريقنا للمترو، من المترو للمطار. ايه تاني جاهزة؟ جاهزة طبعا يا جماعة الحمد لله وصلنا المترو. هناخد المترو بقى للمطار على طول عدل. كم محطة هناخدها تقريبا؟ شهر في كتير، يعني حوالي خمس ساعة في المترو. مسهل الحال، حوالي 25 محطة. 25 25 ستوب. ممكن ستيشن. يلا بينا يا مساء، يلا بينا، خش بقى، يلا خش. The next station is Airport Terminal 1. احنا كده في من المترو للمطار على طول يا جماعه، يلا بينا. كده هنخش ازاي؟ كده نخش كده اهو، من المترو للمطار على طول، تك تك على طول. طبعا يا جماعه الطياره الساعه 8 ل 10، الساعه دلوقتي الساعه 4 ونص والدنيا مليانه. يا مسهل الحال. طبعا دي اول مره اشوفها مترو جوه المطار. طبعا ده المترو اللي خدناه جوه المطار. الطياره هناك اهي. اخترنا دلوقتي للطياره الساعه 8. الطريق هياخد ايه، 8 ساعات؟ 8 ساعات، 8 ساعات لسنغافوره. هي الساعه 8 وهنوصل 8، يعني المفروض 8 ساعات الرحله بس هنوصل في 12 ساعه. ما تفهمش ازاي؟ نقعد في المطار كام ساعة؟ 8 ساعات برضو؟ 8 ساعات برضو يعني. وهناخد بعد كده من سنغافورة لبالي كام ساعة؟ 8 برضو؟ لا يعني ساعتين بس؟ ساعتين بس. طب والله حلوين. مش عارف بقى أعرف بنام بقى ولا مش عارف أنام ولا إيه؟ طيارة أهي. هوبا. Here we go. حاجز جنب الشباك. ده ايه ده؟ فين الشباك؟ يعني الشباك ورا وقدام، ده فين ده كده؟ ابص فين انا بقى دلوقتي؟ احنا في طريقنا للطلوع دلوقتي يا جماعه. يا مسهل الحال يا رب. طبعا تاني الله يبارك لها حجزنا جنب الجناح بالظبط. عمال اتفرج لي على فيلم. ها حد شاف حاجه؟ ده تلاتة يا جماعة، ده سنة ودي طيبين. السلام عليكم. وصلنا مطار سنغافورة إن شاء الله. فاضل ثواني وهنزل على الأرض. وهوبا هوبا وصلنا يا جماعة. ألف ألف مبروك، وصلنا سنغافورة الحمد لله، وصلنا بسلام. المطار شكله حلو قوي. حبيبي لسه جاي. خضرة جميلة. جماعة الحمد لله احنا وصلنا مطار سنغافورة. انا ما نمتش دقيقة واحدة والله العظيم. دلوقتي الساعة 7:30 تقريبا. هنقعد هنا حوالي 7 8 ساعات كده، ونتجه زي الفول يعني، ونتجه على بالي ان شاء الله. انا يعني الحمد لله تمام، وشارب كوبايتين قهوة، فعشان كده انا تمام يعني. تمام كده الحمد لله. الحمد لله. انتباهي بقى في حاجه في مطار سنغافوره، بعد ما تخلص حمام بيقول لك جود مورنينج بليز ريت اور تويلت. هنقول ايه؟ هنقول اكسلنت، ثانك يو فور يور فيدباك. الشاب الشاب سكاي ترين ان سنغافور.
ده جوه المطار يا جماعه، مترو جوه المطار. تعالي هنا اهو. اه هنا اهو، يلا خش. بابا 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 خش بسرعه. يا هلا يا هلا. ده باركينج العربيات. اوبا يلا بينا. هلا بالسنغافوره. طبعا ده باركينج العربيات، ده اللي احنا كده لسه جوه المطار يعني. تمام كده، صباح الفل. ما لناش ولا ساعة ولا دقيقة. جامد. جامدة قوي الشجر، شكله جامد. اوبا جامد. عايز تاكل حاجة؟ شوف اللي عندهم براتة كده. أجواء عالمية، ريحة جامدة أوي هنا. حطي تاني يا ماما، حطي رجعي تاني. احنا جايين نتفرج بس. ممكن نجربها ببلاش؟ لا ببلاش. هنا البوليس ما بيمشيش على رجليه، بيمشي بدي. هو لسه هيمشي على رجليه. يا جماعة المطار كبير أوي. انا حاسس ان انا ماشي في دبي مول مثلا. وانت بتعملي ايه يا بنتي؟ برضه لبستيك؟ بندور عليها في كل العالم، بندور عليها من دبي سنغافوره. ده سنغافوره ايرلاين. المطار حاجه حلوه قوي للناس، ايه تيجي تريح كده وهي مستنيه، تيجي تعمل مساج. نشوف كده اسعار المساج عشان لو كويسه اخد لي واحد مساج كده في السريع. هم عاملين حديقة فراشات جوه المطار. يلا بينا؟ يلا حبيب. فوش والله ينور. اه سو هوت. الجو حر قوي. يلا شوف الفراشات. تعال شوف يا حبيب. واو. حديقة الفراشات، فراشات طايرة، دلالات وحركات. والله شغل جامد. عندهم سينما جوه المطار وببلاش. ببلاش يا باشا، وبيقول لك ابو بلاش ايه كتر منه. خش كده نشوف السينما. احنا افطرينا التيرمينال 1. احنا مش عارفين احنا رايحين نعمل ايه، بس احنا رايحين نستكشف يعني. نسمع بعض بقى يا جماعه، لان رايحين اسمها ايه؟ كاكتس جاردن. كاكتس جاردن، وهي اوت سايد، ولاول مره هنشم هوا سنغافوره، فيا رب يكون جواها جميل بقى. ايه ده؟ ايه الرطوبه دي؟ يا ساتر يا رب. نعمل حديقه كده صغيره ومكان برضو للي عايز يشرب سجاير او كده. تعالوا كده نتفرج على الطيارات وهي بتطير. حاليا ليه ده؟ مالك يا ابني حاطط ايدك على خدك كده ليه؟ لا اله الا الله. محمد رسول الله يا حبيبي. اهي طياره هتطلع اهي. ايه يا بنتي رايحه فين؟ تتفرج على ايه؟ تتفرج على كاكتوسات. كاكتوسات؟ انا جامع كاكتوسة يعني ولا ايه؟ اه. طيب ايه الروبوت هنا بيعمل ايه؟ السلام عليكم. كليننج. نضفي نضفي نضفي، اتفضلي. عايزة واحدة كده زي كده في البيت؟ حاضر اجيب لك. آه، انت عاملة كام؟ هاو ماتش؟ هاو ماتش؟ كمان ما تردش عليا؟ تماكة؟ قلت لها انت بكام؟ ما ردتش عليا. طبعا ده مكان في مطار سنغافورة زي الاكل الشعبي مثلا اللي في الشارع. قلت للتانية تعالي كلي، بس مش عايزة تاكل، مش عارف ليه. قرفانة من الريحة من المكان. هولي
ماشي. وحاطين الفراخ هنا براسها، فانا مش متاكد ان الاكل ده حلال او مش حلال يعني، فانا اخدها من قصرها ومش هاكل يعني. الف مبروك يا تانيا، تانيا لفت المطار كله عشان تلاقي ماكدونالد يا جماعه. الف مبروك. ما بدأناش الرحله وفشخ دماغي ها بستاربكس ومش عارف ايه ها، ما نمتش بقالي يومين. بص عينيا عامله ازاي اهي، بص عينيا عامله حمرا ازاي وفشخاني. ترمينال نروح ترمينال 1، نروح ترمينال 2، نروح ترمينال 3، لففتني المطار كله. طبعا يا جماعه الحمد لله ان الحمامات فيها شطافات، فده الموضوع ده انا كنت خايف منه قوي، بس الحمد لله ان مطار سنغافوره فيه شطافه في الحمام. ربنا يستر بقى في بالي ويكون في برضه شطافات. في مكان امدد فيه شويه بقى اللي انا صاحب عليه كتير. اوه يا معلم يلا كمان انتوا جايزين. تانيا رايحه لي اغلى كافي شوب في المطار كله. تعالى يا جماعه شوفي انا شايف قدامي. عشان تشرب قهوه بتعمل طلب ريكويست يعني مش عادي كده. اتفضل معانا يا فندم، اتفضل معانا. طيب انت عايز كرواسون في ايه؟ مش عايز حاجه، خد القهوه بتاعتك ويلا بينا. تمام يا حبيبي، انت عاوز ايه؟ انا ما خدتش حاجه، انا انت اللي خدت. طب انت ايه؟ هو ده قهوه ب 8.5 دولار. انت شكلك تعبان خالص. 3.5. طبعا بعد ما ملينا الابلكيشن عشان ناخد القهوه، طبعا دي اول مره املى ابلكيشن عشان اخد قهوه يعني. هنستنى 10 دقايق، ده هيرن ونروح نستلم القهوه. شكرا. شغل فاخر من الاخر. بس يا جماعه انا عايزه اقول حاجه، يعني اهو ده مش تمام خالص، والحاجة ده برضو يعني مش تازة. 13 دولار على الفاضي يعني مش عارفه ليه. معاها دلوقتي في طريقنا لطيارة بالي من سنغافورة لبالي ان شاء الله. تاني قالت لي ساعتين وبعد كده قالت لي 3 ساعات، فهناخد 3 ساعات ان شاء الله ونوصل باذن الله. اوكي ركبت تاني مرة، يلا بينا. احنا هنا طبعا يا جماعه، انا قلت لتانيا تحجز لي جنب الشباك. تمام، هي حجزت جنب الشباك وكل حاجه، بس ظبط الطياره كلها جت تحجز لي جنب الجناح. ها الجناح اهو، نشوف مع بعضينا جنب الجناح. مش شايف حاجه، مش شايف حاجه. الله ينور عليكي. منظر يا جدعان تحفة. بصوا احنا داخلين السحاب. اوبا 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 اوبا. اوه منظر جامد جدا. يا جماعة لسه طالعين من الطيارة، وصلنا بالي بعد رحلة دامت كام؟ 21 ساعة؟ أيوه 21 ساعة من دبي لبالي. يا لهوي يا جدعان، ولسه ما خلصتش، لسه هنروح الفندق. ويلكم تو بالي جايز، ويلكم تو بالي. شغل بقى ال ها؟ شغل الايلاند اهو. ايوه اديني يا جماعه. اخذنا الفيزا وطلعنا من الجمارك وكله تمام. طبعا الفيزا عند الوصول، والفيزا الفرد الواحد بيتكلف 35 دولار، احنا الاثنين دفعنا 70 دولار. واخذنا كارت كده فيه 18 جيجا عشان النت، عامل 20 دولار.
ويا مسهل الحال فطرقنا للفندق بقى يا جماعه. الحمد لله فندق هيلتون هنقعد فيه يومين. يومين صح؟ اه. ايوه يا جماعه شوفوا دلوقتي اوضه كام اوضه يعني 2064. يا لفتاه يا حبيبي اهو تفضل في الصالون. تمام يا جماعة كفاية كده النهاردة. أشوفكم إن شاء الله في اليوم اللي جاي إن شاء الله. سلام.